ابتداء من يوم غد الناس اللي غتوجهوا للخدمه ديالهم من حي الرشاد، عدم الخروج نهائيا، فقط المسائل الضروريه، التغذيه فقط. باش نكونوا واضحين، الاخوه هذه راه تعليمات صارمه من سلطه ولايه الرباط ومن وزاره الصحه اللي كنقول عاود لكم في الاجتماع البارح دق ناقوس الخطر على اساس الحي خافوا يولي بؤره لتفشي هذا الوباء اللعين. اغلاق المحلات التجاريه كامله، غيكون اغلاق المحلات التجاريه كامله، غيبقاو غير مواد التغذيه والخضاره فقط. كما كتشوفوا بحال هاد الزنقه دابا، غتلقاو البارير وغتلقاو رجل الامن ورجل القوات المساعده اللي غيخليو الزنقه تحصل على الازقه الاخرين، وغيتم محاصره الوباء. وباء ان كل زنقه زنقه غيديروا لها التحليله كامله، وغيشوفوا الحالات السلبيه والحالات الايجابيه، وغيعزلوا المناطق. ما عندهمش حل، ما عندهمش خيار، هو هذا، لانه كيقول لك محاصره الحي هو الحل الوحيد والاحد اللي نصحت به وزاره الصحه.